هذا التوقيت هو غير مناسب يعني، ولا لاحظنا حتى مو ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني. يعني ما أعتقد هو تطرق إلى برنامج قضية الأحوال الشخصية في برنامجه، يعني قانون طارئ يعني، اللي أعتقد هو أتوا به من أجل الموازنة مع العفو والتوقيت مالته يعني. وأنا أعتقد توقيته أيضا في ظل أوضاع سياسية غير طبيعية، في ظل انتشار ما يسمى بسرقة القرن والكثير من الأموال اللي ظهرت جديدة، يعني للتغطية على ملفات، على يعني ما يعني ما موجود من مساومات في هذه السرقة الكبيرة. صحيح يمكن هيئة النزاهة سربت بعض المعلومات عن بعض الأشخاص وبعض الأرقام، لكن يبدو هناك أرقام مرعبة. يعني لاحظنا احنا بالبداية سرقة القرن ضجت كل الفضائيات حولها، كان مجرد مليارين، الآن طلعت أرقام غير اعتيادية. ولهذا لأنه الكل شغل بقضية الأحوال الشخصية ومساومة مع العمر، أنا بتقديري الأولوية أي، بس هو أيضا قانون معلق من سنوات دكتور. تحاول القوى السياسية تمريره، لكن اعتراض الفضيلة قدموا المشروع مجلس الوزراء، المجلس الوزراء بالقانون الجعفري، وفي مجلس الوزراء تم مناقشته وعلى أساس ينطرح في مجلس النواب، بعدين ما حد طرحه يعني غير معلق. وإذا لاحظت البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني لم يتطرق إلى هذا المجال نهائياً. أنا بتقديري الأولوية، يمكن أتفق مع الدكتور سلام بقضية النفط والغاز لأنه ينظم العلاقة، وإحنا كل وهذا ينطبق على العفو العام أيضاً. العفو العام مهم، أنا ما يعني، بس أنا أعتقد أنا اللي بصراحة يضغط يعني يزعجني هو هذا نظام الصفقات مثل ما أنت تفضلت بها، يعني وعلناً يعني أخوك بدون تردد وبدون خوف أحد النواب طرحها، إحنا مدام ما توافقون على قضية الأحوال الشخصية إحنا ما نوافق على، وهذا فشي معيب بصراحة، فشي معيب أمام يعني مجلس النواب هكذا يصرف. أنا بتقديري الأولوية إلى رئاسة مجلس النواب. أنا أعتقد إحنا العملية السياسية من 2003 إلى 2004 انطلقت على أساس التوافق، التوافق بمعنى يعني توزيع المناصب، رئاسة الجمهورية للأخوة الأكراد، رئاسة مجلس النواب إلى الأخوة السنة، ورئاسة مجلس الوزراء إلى الأخوة الشيعة. لكن أنا أعتقد غياب ممثل السنة في رئاسة مجلس النواب خلق حالة غير اعتيادية، صار هناك اختلال بالتوازن المطلوب، ولهذا الآن يتم تمرير مشاريع قوانين ما ممكن الموافقة عليها في زم وجود رئيس وزراء من المكون السني. أقول لك يا صراحة يعني مثلا الأحوال الشخصية لو موجود رئيس مجلس مستحيل مستحيل يمر. ليش؟ ما يمر لأنه هذا بصراحة يعني هو أيضا يتعلق بالمكون السني والمكون الشيعي. لا لا لا، الأخوة السنة إذا تبع لهم أغلبيتهم ما يمنون إليه، هم ما أعتقد أكو فد يعني فد واحد مرجع ديني سني قال أنا ضد قانون الأحوال الشخصية. إذا لاحظت يعني فلهذا هم الكل يعني ما سجلت مناقشات ما حد كان ضده. بس أنا أرجع وأقول قضية مجلس النواب هذا جدا مهمة، لأنه إحنا أعتقد يعني بالقانون، قانون مجلس النواب العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يقول عند شغور منصب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأخرى يعقد من أجل انتخاب الرئيس. لكن مع الأسف المحكمة الاتحادية تتحمل مسؤولية عندما أصدرت قرار بأنه ممكن أن يعمل مجلس النواب حتى ولا يتعطل عمله، وهذا خلل كبير. ولهذا المكون الأكبر هو المكون الشيعي استفاد من هذه القضية، ما حدد له سقف زمني لانتخاب رئيس. تمام.